شايف حركة التشكيل الامثل الاهلي يبدا بيه ان شاء الله مباراه الترجي اللي جايه في رادس إيه؟ يعني من وجهه نظري طبعا آه لو انت عايز تامن شويه دفاعيا م. وفي نفس الوقت تحافظ على الشكل الهجومي بتاعك الجون طبعا انا وجه يعني انا شايف شوبير يعني م. انا ده ما, دا ما خلاف آه برضو الثنائيه بتاعت منعم ورامي ودول في قلب الدفاع علي معلول برضو ما فيش خلاف الخلاف ممكن يبقى ما بين هاني وما بين عمر كمال عمر مش مش هيلحق عشان مش مخاد افريقيا اه سوري انا وقعت آه هاني كده تمام آه خلاص يبقى كده يبقى تمام يبقى آه. الاربعه دول كده تمام الثلاثه آه. بتوع نص الملعب زي ما احنا بنتكلم هيبقى امام واكرم ومروان مروان عطيه وسام ده اكيد بيرسي تاو اكيد الاختلاف شويه بقى هيبقى يا حسين الشحات يا رضا سليم يا رضا سليم شايف مين؟ لو المباراه دي اللي انا أه. حسين الشحات حسين الشحات عنده أه. يعني انا شايفه اخف أه. شايفه اسرع عنده حلول اكتر شويه من من رضا سليم أه. عنده برضو الحته الدفاعيه كويسه يعني بيرجع ما بيسيبش علي اصل انت في مباراه زي دي انا وجهه نظري الفرق الكبيره خلاص ما بقتش الفرق الكبيره بتلعب بره زي جوه ما بقتش زي زمان انت عايز بره تدافع بكل قوتك عشان تطلع متعادل. تطلع متعادل او عشان تخسر واحد صفر عشان تيجي تعوض هنا لا لا المباراه دي خلاص الفرق الكبيره بقى لها سيستم لعب وبقى لها شكل لعب مش هيتغير صحيح. سواء في ملعبك او بره ملعبك وبغض النظر عن الخصم اللي انت بتلعبه صحيح اه فحته ان انت عايز تعمل توازن ما بين الدفاع والهجوم انا شايف ان ده يعني ده الشكل الانسب التشكيل الانسب للفرقه م. وخصوصا ان انت برضو خلي بالك انا وجهه نظري ان الترجي عامل للنادي الاهلي الف حساب ايوه طبعا مش هيلعب مفتوح م. ومش هيهاجمك اه هيهاجمك وهو معاه كوره انما وهو معوش الكوره لا انا انا متوقع ان هتلاقي الترجي بيلعب زون نص ملعب مش هيضغط عليك من قدام هيقفل وهيعتمد بشكل كبير جدا على هجمات مرتده. مم. النادي الاهلي لازم يستغل الموقف ده، يعني لازم ان انت اطول فتره ممكنه من المباراه ان انت تحاول تلعب في نص الملعب بتاع الترجي، ما تحاولش تجيب يعني اللعب على ملعبك، ما تحاولش النهارده بشكل كبير جدا ما تستسهلش الكور الثابته سواء كورنر، سواء الفاولات اللي هي القريبه. لأن ده خطر كبير علي أي فرقة بتلعب في المستويات اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي أو اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي